في ظل الضرورة الملحة لتطوير قطاع تكنولوجية الإعلام والاتصال، أبانت مؤسسة اتصالات الجزائر على نيتها في الالتزام بتعزيز شبكاتها الخاصة بالإنترنت عبر الألياف البصرية باستعمال آخر التكنولوجيات المتطورة، سيما عبر تعاون مع شركاء صينيين. Cette collaboration, nos partenaires chinois accompagnent Algérie Télécom à moderniser les infrastructures de l'entreprise avec un réseau de qualité de très haut débit, étendu sur toutes les régions du territoire. Notre relation de partenariat avec les opérateurs chinois permettra le déploiement d'un réseau de très haut débit en Algérie qui vise à offrir ce service de haute qualité à nos clients résidentiels et professionnels. Algérie Télécom note que ce partenariat va donner une impulsion significative aux micro-entreprises car il les implique dans la réalisation de ce projet ambitieux et leur permet d'acquérir des compétences dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. هذا وتربو مؤسسة اتصالات الجزائر إلى تغطية ما يعادل 100,000 زبون بخدمة الربط عبر الألياف البصرية الـ FTTX في إطار التخلص تدريجياً من الأسلاك النحاسية. On va minimiser l'utilisation de la cuivre. Comme on a dit, le FTTC, FTTB, il va nous permettre de réutiliser la paire de cuivre à des distances réduites. On va faire le maximum le client. Le maximum, c'est aux alentours de 300 mètres. Donc, il n'y aura plus de chabaka tatoual qui aura plus de 4 km, 5 km. أول مشروع كي ديماري في ديبي تاع لاني دونك الى حد الان دونك الحمد لله رانا في لي زالونتور تاع 100,000. وفي مجال تطوير تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وفي ندوة مؤسسة اتصالات الجزائر بوهران، كانت فرصة لعقد اتفاقية اخرى بين الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب مع شركة هواوي من اجل تكوين وتطوير مهارات المستثمرين في مجال تكنولوجيا الاتصال. اليوم احنا بعد ما فتحوا لنا المجال هذه المؤسسات المصغره اللي الهدف تاعها هو انها تاخذ اكبر قدر ممكن من المعلومات ومن التكوين. احنا من بعد التكوين اللي اجريناه مع الشركات الصينيه ونخص بالذكر شركه هواوي اللي كونت اكثر من 447 مؤسسه مصغره، هذا 447 مؤسسه هي أيضا كل مؤسسة لما تدخل مشروع هي أيضا رايحة تكون ديزانجينيور أي تقنيين معها باش هما أيضا يخلقوا مؤسسات مصغرة أخرى. مؤسسة اتصالات الجزائر تعرف خلال الفترة الأخيرة طفرة نوعية في جانب تقييم المشروعات المنتظر منها خلق ديناميكية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهو ما جعل من إطارات المؤسسة العمومية اتباع ثقافة جديدة تطمح من خلالها لتطوير الخدمة المقدمة للزبون.